ني كاين ما فرجي جنري كاين واحد الفور دوزيام نطاق الشوط الثاني دخلنا عازمين باش نحققوا النتيجه بلا تسجيل هدف مبكر مجرى اللاعب كتسجل الهدف الثاني الكره هي كره القدم هي هذه هذه الفرق جيش ملاك كيف ما كتشوف اخويا غندخلوا في شي حويجات لحد الان العام سبع شهور ما تخرجش تبقاو معنا هاد اللعابه اللي ولاد الناس بهذه المناسبه كنشكرهم تبقاو تاعي كملوا معنا الموسم وبعض اللاعبين من فريق الامل جيش ملكي كتوفر على ترسانه كبيره من اللاعبين كتشوفها كبير كاين فريق كبير ما بين اللاعبين في اللعب واللعب الحمد لله كنشكر اللعابه ديالنا اللي كانوا قاموا بواحد الدور مهم هذا الموسم هذا ماشي نهايه العالم الحمد لله نعاودوا نرموا الصعوبات ديالنا والحمد لله نكملوا البطوله بما تبقى من هاد اللاعبين هادو ونكونوا موتيفين ان شاء الله لان باقي النقاط باقي بزاف الحويجات الانسان هو اللي يكون يقبل التحدي حنا كنقبلوا التحدي ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله كما قلت لك غادروا 10 اللاعبين لان الا كيتخرج شهر وشهر يعرف قانون الجامعه تيولي لينا الحمد لله هاد اللعابه اللي بقاو معنا كنشكرهم بهذا المناسبه هادو اللي غيكملوا معنا الموسم لان مولاد الناس تيضحيو بالوقت ديالهم تيضحيو بكل شيء وهنيئا للجميع ورمضان مبارك سعيد.